عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا من جديد في قناة مطبخ زها. اليوم بإذن الله غادي نشوفوا جميع طريقات التحضير بصرف آلة ثيرموميكس، كتجي لذيذة وسهلة التحضير. نخليكم مع المكونات والطريقة. المكونات اللي نحتاجو في البصارة، غادي نحتاجو 250 غرام ديال الفول يكون كارم اللي نقيته وغسلته 3 ديال المرات. يمكن لك تستبدلي الفول بالجلبانة أو ديري نص فول ونص جلبانة. إترو ديال الماء، راس ديال الثومة، انا عندي هنا بلديه، كيف يمكن لك ديري 4 دروس كبار ديال الثومه. غادي ندير راس ديال الثومه نقي، ملعقه صغيره ديال الكمون، ملعقه صغيره ديال الملح، 3 المعالق كبار ديال زيت الزيتون. نخليكم مع الطريقه. نبداو على بركه الله، بسم الله. غادي ندير الفول لي ديجا غسلته وخليته حتى يتسخن. نضيف عليه راس ديال الثومه بلديه، غنعبر اترو ديال الماء، نحيد الكوبلي وغادي نستبدلو بالبانيي دو كويسون. نبرمج الآلة على 25 دقيقة ضغوما سرعة 1. من بعد ما دازت المدة الزمنية غادي نحيد البانيي غادي ندير 3 المعالق تقريبا ديال زيت الزيتون. الملح الكمون غادي نطحن الكل مدة ديال 30 ثانية بيتاس 10. بعد ما تطحن الكل كما كتلاحظوا تلقاو في مرحلة التقديم. هذا هو الشكل النهائي ديال البصارة في آلة ثيرموميكس. كنتمنى تنال الإعجاب ديالكم وتجربوها. إلى عجبكم الفيديو كيف العادة بارطاجيو مع الأصدقاء والأحباب، شاركوا في القناة باش توصلوا بالجديد. خليوا لي أي استفسار أو تساؤل في لي كومونتير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.